النصر يطير للنقطة 45 خامسا في سلم الترتيب العام، الرائد يبقى على النقاط 35. مباراة كانت أعصاب بالنسبة للرائد خاصة، يمكن تكلمت أنت أمس ذكرت أنه دخل مع صراع الهبوط بالفعل، فكان شفت الرائد كانوا متنشنين كثير في المباراة، تقدموا بهدف وكانوا يمنوا النفس بأن النصر ما يسجل. مع أول تسجيل النصر هدف بدأ الفريق يخرج عن المباراة، فريق الرائد واضح جدا، حتى المدرب حتى اللاعبين وبدأوا يتنرفزوا، فكان هذه نقطة تحول في هزيمة الرائد. اللعب تحت الضغط، تحت ضغط الهبوط ترى مشكلة كبيرة جدا. دخل الفريق نفسيا في المباراة بعد الهدف النصراوي أنه قد يخسر وبخايب يلعب خارج ملعبه على ملعب وفريق كبير مثل النصر لا يسجل، فعلا كانوا محافظين على الهدف طوال الشوط الأول وشيء من الشوط الثاني، فالهدف هذا هو كان نقطة تحول في المباراة بهزيمة الرائد، ويستمر الرائد في مشكلة صراع الهبوط باقي جولتين. النصر شوط أول غير جيد، كانوا اللاعبين تحس إنه بيلعبوا على الواقف كذا بدون تحركات، كل لاعب يستلم الكرة ستاتيك يعني من ثبات، هذه كلها بالتأكيد تريح الفريق المنافس. بدأ الشوط الثاني الفريق يفكر في الفوز، فشفت بدأت التحركات، بدأ نزول فراس البريكان أيضا، يمكن تحت الهواء كنا نتكلم أبو نايف هو تتكلم عن النقطة هذه، فراس اليوم يمكن دائما ينزل، هذا اللاعب ما بقول ممتاز أو سيء، لا هو مظلوم أنه في لعبة ترى ما يلعبه مضبوط، ما يلعب مسكين، يلعب لك كل 5 مباريات 10 دقائق 5 دقائق، فالناس تحكم عليه، حرام نحكم عليه، ما بيلعب صراحة. فنزل اليوم كويس، عمل ريح حمد الله كثير بتحركاته، شفنا حمد الله لما نزل فراس سجل وحمد الله سجل هدفين. مباراة اليوم تلخص حال النصر هذا الموسم، بمعنى الإصابات الكثيرة اللي في النصر، شفت إصابات عضلية، النصر هذا الموسم مش النصر، الظروف اللي مرت على الفريق النصراوي جدا صعبة، وصوله ل آخر مباراة في آسيا مع الفريق الإيراني تذكر ما ارتاح، جاء بدأ الدوري دخل في كورونا معظم اللاعبين فترات طويلة، إصابات معظم اللاعبين، وبالتالي النصر هذا الموسم لا تحسبه بكل أمانة ولا يحسب على العمل النصراوي الكبير من استقطابات أبدا. تذكر كلامي سجلوا هذه، النصر الموسم القادم مع الراحة اللي هيأخذوها اللاعبين استعداد الأسماء الموجودة، طبعا زيادة أسماء تاليسكا وجانب آخرين، تذكر كلام النصر حيكون حال آخر، يعني ما أقصد حال آخر أنه أفضل شوية، لا حيكون فريق على مستوى عالي جدا بالعناصر بالاستقطابات بالبدلاء أيضا. آخر نقطة بقول حمد الله شفناه كيف بيفرح لما بيسجل، كأنه بيعتذر لجمهور النصر على الفترة السابقة، وبيقول لنا لجمهور النصر أنا موجود وانتظروني الموسم القادم، هعود لكم حمد الله اللي كان في الموسمين الماضيين. واضح جدا أنه أهدافه تعبر عن هذه الجملة اللي ذكرتها، ويظل حمد الله بكل مشاكله وبكل الظروف اللي مرت عليه ظل رأس حربة كبير جدا جدا، واستمراره مهم جدا لفريق النصراوي.